بتحسي وكأنه زلزال أصاب بيتك، يعني شغلة مش طبيعية. أعز من ولده؟ ما أعرف، ما في أعز من إلا اللي خلقه، ما في أعز منه. ما كنت صدق، يمكن الحياة بيشهد أنه كسرت راسي على الحياة. ما بتمنى القصة تصير لعدوي، لأنه كتير صعبة. يعني فترة ثلاث سنين عشناها جحيم. كنت أمرق من هون لحد تشيلدرن كانسر، اطلع هيك يقمط قلبي، بقول له بليز لجوزي ما بقى تمرقني من هالشارع، تحس قلبي يقمط. هيك تشيلدرن كانسر، حس كأنه شيء بقلبي هيك، كأنه وعدة ناطرني. هرب العراق وهرب الشعر ومنع تلعب عشان تأذي حالك. بحلم انه راح على مدرسه